انت دلوقتي بتعولي بتشتغلي عشان تصرفي على اولادك وجوزك وعلى اليتيم ده وابن ابنك. اشتغلي ايه؟ بمسح سلالم. بشتغل وما تكون حد في البيت اقدر اعمل بروح اعمله. عندك كم سنه يا مطارق؟ عندي دخل 60 اهو. 60 سنه. كل اللي انت بتحكيه ده كفاح ست مصريه اصيله بتقاوم الظروف الصعبه. بس اللي استوقفني بقى وخلاني مصره اتكلم معاكي، انت عملتي جمعيه وقبضتي 500 جنيه وجيتي هنا عشان تديهم الفلوس دي يعملوا وجبات اطعام لله. ايوه. الفكره جات لك ازاي؟ جات لي عشان انا كنت محتاجه في يوم من الايام، وهم في ناس كانت بتساعدني بيدوني. كنت بشتغل عندهم في البيت هو في الشقه وبيدوني، انا بقيت احوش منهم واجيب، وهم برضو كانوا بصراحة بيساعدوني، يدوني مثلا يقول له خدها. كانت هي ستة الله يرحمها وجعل أراها الجنة، كانت دكتورة في الجامعة. دي كانت بتديني قبل العيد ما يوصل تقول لي جبتي لعيالك، أقول لها لسه، تقول لي خدي هاتي لعيالك وهي تجيب لهم وتجيب لي لهم الكتب المدرسة وتجيب لي لهم اللي قلمة. فأنا كنت بحس بالناس لما أجي أمسح سلم ولقي الدكتور استاذ تامر يا عيني عمال يجيب ويدي الناس ويجيب ويدي الناس، وهو ما معهوش يستلف ويقول ايه هاتوا هاتوا لا خدوا روح هاتوا لهم. انتي بس بتمسحي سلالم عشان تعالجي وتاكلي اهل بيتك. بتاكلي الاخرين. يعني ما هو لازم لازم انت ادام انت راضيتيني اراضي غيري. شايفاكي انت عماله على اخر جهدك مع المساكين، فلازم انا ابقى برضو اساعد معاك عشان ربنا برضو بيرزقني. بصي هما الدكاتره هما دول كانوا بدوني خدي كلي، هما انا ابخل على الناس؟ طب ست عظيمه يا مطارق، يعني كلهم دول كويسين. انت احسن مننا كلنا. بيساعدوني الدكتوره عبير وابوها وكلهم بيساعدوني، فانا بساعد. ما من دلوقتي الدنيا ناشفه، الدنيا ما بساعد اعمل ايه؟ ناشفه بس صدقيني والله لا مش ناشفه، يعني الحمد لله رضا ونعمه. بس اقصد اقول لك انا مشدوده مع طارق، بس نفسي طارق عشان بابا كان نفسه يبقى كويس. بابا كان كمان بابا غير قد حديدك كان بيساعد كل الايتام، ما تعرفيش كان عارف ان ابنه هيتيتم ولا ايه. اقول له يا ابني انت مريض، يقول لي كفايه دخلتي يوم العيد ده على واحد يتيم ولا واحده يتيمه. كان يشتغل وهو رغم مريض يشتغل زي كده برضه. يعني دلوقتي معايا غضاريف في مفاصلي برضه بشتغل غضاريف وباخد علاج برضه زي ابني، بجيب ب 400 جنيه علاج كل ما 15 يوم، بس برضه بشتغل، بحاول ان اشتغل بقاوح وبشتغل. انا ربنا يديم عليكي يا رب الضحكه. انا وانتي يا رب القمر دي. ايه الرضا ده؟ انتي بس اللي ربنا يرضيكي، ما يحرمنيش منك وخليكي ربنا يرضيكي، ربنا يوسع ويخلي كل اولادنا عبير وداليا وكلهم واولادهم. نفسك في ايه يا ام طارق؟ نفسيش في حاجه، نفسي تبقوا كلكم حلوين وربنا يرزقكم وحنن عليكم كل عين رأيتكم يا حبيبتي. بره وقمر والله، بره وجوه يا بنتي. انت قمر يا مطار، ربنا يعافينا يا مطار يا محمد. والله بدعي لكم يا بنتي، ربنا يحنن عليكم كل عين رأيتكم يا رب يا رب، ما يحرمكوش ويزيدكم من نعيم الله. والله العظيم انت ست عظيمه، الله يبارك لك. انت نموذج من اهالينا اللي لازم كلنا نشوفه ونقول لك ادعي لنا يا مطارق. ادعي لكم كلكم يا رب، ادعي انتوا كلكم كل البنات اللي بيحنوا عليا. ربنا يرضيك يا رب ويوسع عليك يا رب. شكرا يا مطارق. عافيه.